السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ شكم طيبين؟ معكم جوزيف. طبعا جايب لكم اليوم مونتاج بسيط وخفيف لعبة باتل فيلد 1. طبعا ما عندي شيء اصلا يعني اقدر انزله بصراحة، والسبب يعني ان العاب الشهر اللي راح لشهر نوفمبر يعني واجدة مرة، يعني حتى العاب الشهر ذي مرة دسمة، ففي العاب كثيرة يعني للان ما لعبتها وما ادري اصلا وش انزل. يعني في العاب كثيرة ما لعبتها والعاب يعني ما ادري يعني هل مناسب اني انزلها او لا، وهل اصلا تستاهل اني انزل عليها الشرح او لا. فعشان كذا يعني لي فترة تقريبا حول الشهر ما نزلت شيء، وهذه هي المشكلة. طبعا في العاب كثيرة ما لعبتها، من ضمنها يعني فاينل فانتزي، لاست جارديان، واتش دوجز 2، ديس انر 2، كذا الالعاب يعني ما بعد لعبتها الى الان. سبب طبعا اني اذا مسكت اللعبه يعني ما افكها الا لا يعني جايب بلاتينيوم، يعني الا يعني ما ندر، خصوصا اذا كانت اللعبه يعني حلوه. فاحب احلل يعني والدين اللعبه، هذا يعني هذه المشكله اللي انا اقع فيها بحيث اني اطول في الالعاب. طبعا ما ادري يعني وش انزل حاليا، يعني ما ادري وش اغطي بصراحه، وما ادري هل الالعاب الاربعه هذه اللي تو ذكرتها هل تستحق اني اغطيها او لا. انا ما ادري يعني من ناحيه إن هل انتم تبونها او ما تبونها، ومن ناحيه هل هي اصلا صعبه، يعني هل في شيء صعب فيها، انا ما ادري يعني. ف انا ما ادري يعني وش المحتويات الجايه راح انزلها باذن الله، يعني لحد الان ما عندي اي فكره، لكن بنزل يعني اكيد يعني بلعب الالعاب هذه، ولو في لعبه لعبتها وعجبتني بنزل، يعني لو كان في شيء فعلا يعني لعبته ويحتاج شرح راح انزل ان شاء الله. يعني نمشي امورنا يعني لين ما تنزل ان شاء الله اضافه دارك سولز 3. طبعا اضافه دارك سولز 3 اتوقع يعني كلها 3 شهور بالكثير يعني، ولا نازله يعني ما راح تطول، اتوقع على شهر فبراير ها الى يعني مارش بالكثير بتنزل ان شاء الله، اللي هي اضافة دارك سولز 3. طبعا مجرد ما يعلنون الاعلان عن اضافة دارك سولز باذن الله يعني ببدا انزل فيديوهات لدارك سولز، واغطي بعض الاشياء اللي ما غطيتها. في اشياء ودي يعني في فيديوهات ودي انزلها بخصوص دارك سولز، بس يوم نزلت الالعاب ذي انشغلت، وفي نفس الوقت يعني قلت يعني ما احس ان الوقت المناسب اني اتطرق لدارك سولز، يعني خلاص يعني بصبر شوي لين ما يكون فيه يعني محتوى جديد يعني يرجعني للعبة، وايضا يرجعكم انتم يعني للعبة. عموما ما عندي شيء يعني اقدر اقوله وظيفة. هذا نهاية الفيديو، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة، واسف على القصور، واسف ايضا على ان الفيديو ما له يعني فائدة نوعا ما. اتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enemy scout sighted. Enemy shock trooper, stay alert. Eyes open, shock trooper. Lost objective button. Time to take it back. Sling a grenade. Throw a grenade. Thank you.
objective butter. We have lost objective Charlie. Taşıma vasıtası göründü. Düşman hücum kıtası askeri gördü. A sentry kit is available near your location. An enemy armored train is en route. We have lost objective butter.